من بقى اخبار نادي الزمالك، تعالوا نروح لاخبار النادي الاهلي. المارد الاحمر اللي بيستعد لمواجهه قويه جدا امام الرجاء المغربي، واللي هتتلعب على ملعب محمد الخامس في المغرب يوم السبت المقبل في مباراه العوده للدور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. النهارده الساعه 5 هتتجه بعثه الاهلي للمغرب، ولكن كده هيتعمل فحص او اختبار طبي اخير لثلاثي الفريق المصاب اللي هم احمد عبد القادر ورامي ربيعه ومحمد كريستو، علشان كده يقدروا ان هم يحددوا مدى امكانيه مشاركتهم مع الاهلي امام الرجاء المغربي. وبيعاني احمد عبد القادر باصابه بشد في العضله الخلفيه، وبسبب الاصابه دي غاب عن مباراه الذهاب، وغاب كمان رامي ربيعه بسبب اصابه في شرخ في الكتف، بينما كمان غاب محمد كريستو بسبب الاصابه بالتواء في كاحل القدم. يمكن الاقرب من الثلاثي دول ان هو يكون متواجد مع بعثه الاهلي في المغرب هو احمد عبد القادر اللي تعافى من الاصابه وشارك في التدريبات الجماعيه الاخيره بشكل طبيعي جدا. يمكن خلاص اتحدد بشكل رسمي موعد المران الرئيسي لفريق الاهلي استعدادا لمواجهه الرجاء المغربي يوم السبت اللي جاي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، بس فريق الاهلي هيخوض بقى المران الاساسي يوم الخميس مش الجمعه، كما هو كده معتاد ان هو بيخوض المران الاساسي في ليله المباراه اللي هي المفروض هتكون يوم الجمعه لان المباراه يوم السبت. لكن الازمه بتتمثل في عدم استطاعه الاهلي التدرب على ملعب محمد الخامس اللي بيشهد المباراه بسبب اقامه مباراه الوداد المغربي وسيمبا التنزاني في نفس التوقيت، واستقر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر على التدرب على ملعب محمد الخامس يوم الخميس بدلا من يوم الجمعه.